حياه امامنا زين العابدين، فتدخل نفوسنا مدرسه في كل شيء. مناجيات امامنا زين العابدين، اللهم ارزقني حبك وبعد ذلك حب من يحبك لا من اهواه انا. ولهذا دعبل يقول: احب قصي الرحم من اجل حبكم، يخاطب الرضا عليه السلام. احب قصي الرحم، رحم بعيده ولكنه مؤمن. يا ابا الحسن انا احبه واهجر فيكم زوجتي وبناتي. إذن أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. هذا الشعار. أين نحن من هذه الجملة؟ بل إمام تأكيدا يقول: واقطع عني كل شيء يقطعني عنك. تذكر أحد المؤمنين كبار العلماء أراد أن يتزوج، نقل لي قال: يا فلان خطبت، نعم خطبوا لي فتاة، أهلي خطبوا لي، ولكن في قلبي ساورني الشك يوم العقد. قلت: يا رب لعل هذه الزيجة تضرني لا تقربني إليك، أريد أن أتزوج لا كل أحد. فقد القضية عند الرضا عليه السلام. ذهبت للحرم وقلت: يا أبا الحسن أبعد عني ما لا يرضيك ويرضيه، يعني المضامين. ساعة العقد وقع خلاف بين الأهلين وانفسخ الأمر، لعل في باطنه شكر الله على هذه النعمة. المؤمن هكذا يوكل أمره إلى الله عز وجل، لا يصر على شيء، يريد ما يقربه إلى الله عز وجل.